بلبل هزلت يا بلبل وبعد السيف علق منجل. ايشني الحكايه يا سفيان؟ هزلت يا بلبل وبعد السيف علق منجل. يقولوا بعض المفكرين القدامى على غرار اخوان الصفاء اللي فما عوامل فلكيه تساهم في ابراز جيل او اجيال احيانا من الانبياء او المصلحين والمفكرين النجباء. وفي هذا المضمار يوحي بعضهم بان اقتران مجموعه من الكواكب يفضي حتى الى بروز كما قلت رسل وانبياء. وباعتماد القياس او التفكير العبثي لوغيزونمون باغ لابسور يحق لي ان اتساءل، هل هناك عوامل تفضي الى بروز جيل من الاغبياء؟ نقول هذا وانا نشاهد في تدني وانحدار مستوى النخب العامله بالخصوص في المجالات السياسيه والنقابيه والجمعيتيه، وثانويا في المجالات حتى الاكاديميه والادبيه والفنيه في السنين الاخرى في تونس. هل هي لعنه الاقدار؟ ام هل هو اهتراء الموديل؟ وممكن زاد نطرح السؤال من زاويه اخرى، هل ان بروز وسائل التواصل الاجتماعي بما رافقهم من ثقافة البوز والانستغرام وحب الظهور مهما كان الثمن وسهولة الادعاء والخداع في الاداء، هل هذا من كل ساهم في تدني مستوى النخب؟ السؤال مطروح ومشروع ومرتبط عضويا بتهاوي المنظومة التربوية والجامعية. وفي رأيي فما اعتبار اخر، لاحظت انه عديد المنخرطين في العمل السياسي هو موجود في العالم لكن في تونس بشكل كبير، عديد المنخرطين في العمل السياسي والعام اليوم هم من الفاشلين في حياتهم الخاصة والمهنية. وكأنه السياسة ولات مكتب تشغيل، الناس ضيعوا البوصلة وتودلوا في الطريق. وهذا ما يفسر كذلك ظهور فيالق من الذئبان والقطعية في المجالات أساسا السياسية. عنوان الفارابي كان يقول ان هدف العلوم المدنية، يعني العلوم السياسية كان يسميها العلوم المدنية، هو السعادة. عاد كالعادة الصباح بكري تحدثت مع فاكلوني في المثنى تالتالوجا اخي، قال لي في الزبان المعكوس يسكت المنيار ويتكلم الخنفوس. قلت له وي ونعرف زاد اللي ثم ياسر الفلوس والفلوس ترد لذيا الروس والوقت يغربل ويبدل. قال لي هزلت يا بلبل وبعد السيف علق منجل.